بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. مشكلة التطور ونشأة الإنسان مشكلة شغلت العلماء من زمان، وكانت محور تفكير عالم كبير هو داروين، واختلفت في آرائه الآراء في ناس ضده وناس معاه، لما تكلم عن إن الإنسان جاء تطورا من سلالات سابقة. احنا هنحاول نستعرض رأي داروين ونشوف ايه جوانب الضعف في نظريته قبل ما نخش على الموضوع. داروين كان له ملاحظات الحياة ايجابية، هذه الملاحظات هي الخطة الواحدة التي بنيت عليها كل المخلوقات والاحياء. فمثلا بيلاحظ تخميس الأصابع، يعني الإنسان مش الوحيد اللي صوابعه خمسة، الأرنب صوابعه خمسة، الضفدعة صوابعها خمسة، القرد صوابعه خمسة، الوطواط صوابعه خمسة. تخميس الأصابع في كل الحيوانات أول ملحوظة. تاني ملحوظة حكاية فقرات العنق، تلاقي مثلا الزرافة شوف رقبتها طول إيه، طويلة جدا، ومع كده تعد تلاقيها سبع فقرات. تيجي الأنفد مفيش خالص، تلاقي سبع فقرات برضه، الإنسان سبع فقرات برضه، دي ملحوظة. مسألة مثلا الديل، الإنسان ملوش ديل ولا حاجة، لكن بنلاحظ في الأشعة إن في عصعص في الآخر، تدامجت كل الفقرات في حتة كده اسمها العصعص اللي هي فقرات الديل. وأيضا بنلاحظ في العضلات اللي كانت بتحرك الديل التحمت مع بعضها وعملت في الإنسان قاع الحوض، بقايا كتيرة. يعني مثلا الزائدة الدودية اللي كانت في الأرنب ضخمة جدا وبتهضم السلولوز، احنا بطلنا دلوقتي حكاية أكل السلولوز والحاجات دي، فضمرت الإيه الزائدة الدودية، لكن موجودة برضه وملهاش فانكشن ولاهاش وظيفة ولا حاجة، وممكن تتشال وما يجراش أي شيء. العضلات اللي كانت بتحرك ودن الحمار موجودة بنفس عددها، يعني في الإنسان هنا هو ما بنحركش الودن، ومع كده في برضه العضلات أوريكيوليري سوبيريور وبوستيريور وإنفيريور، نفس العضلات اللي كانت بتحرك ودن الحمار لكن تليفت لأنها ما بتشتغلش. فدي الحقيقة ملحوظات مهمة جدا مش بسيطة. التعبان اللي يتهيأ لك إن ده ملوش رجلين، لا ابدا، تشرح تلاقي فيه الارجل الاربعه ضامره جواه، الوطواط اللي له جناحين تشوف الجناحين دول، تبص تلاقي فيهم الهيكل بتاع الدراعين والخمس اصابع. السمكه اللي لها اربع زعانف اتضح ان هم دول الايه اربع ارجل المحوره. حاجات ملاحظات غريبه قوي في مساله الاسماك الرئويه اللي بتطلع من البحر وتمشي على الارض تتنفس رئويا، اتضح ان الرئة دي تطورت وتحورت عن الكيس العوم اللي كان موجود فيه الايه السمكة. فاكن لما نقول ان هذا المصنف اللي هي السمك الرئوي طلع يعني كسلالة، اشتقة كسلالة من الاسماك العادية، يبقى شيء طبيعي لانه هو طلع والرئة بتاعته طلعت من كيس العوم. ده اللي خلى داروين وهو محق انه يقول ان السلالات طلعت ذرية بعضها من بعض، والانسان ما جاش بدء مطلق، ده جه عن سلالات سابقة. طبعا القرآن احنا ندهش ان نجد ان القرآن لا يمنع هذا الموضوع، لان لا حتقرأ في القرآن ما لكم لا ترجون لله وقرأ وقد خلقكم اطوارا، قالوا اطوار في الايه في الرحم، لا ده لا يمنع ان يكون في اطوار عموما على عبر الزمان. او مثلا لما يقول في القرآن وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، المثلية دي اللي احنا حكينا عنها. مثلا يقول لك ايه خلقك فسواك فعدلك، عدلك يعني هل انت كنت بقى بتمشي على اربعة وبعدين الاعتدال بتاع القامة اللي يتميز به الإنسان ده، إذن هي عملية تطوير بقى، خلقك فسواك فعدلك، يعني كنت مش معدول فعدلك. يعني القرآن لا يمنع
فكرة التطور عن سلالات، أو إن هي إحنا جينا ذرية بعضها من بعض، لأن هي حتى في آية صريحة ولقد خلقنا الإنسان من، ما قالش من طين، قال من سلالات من طين، يعني في سلالة وسطى. مرة يقول من طين، طب ما هو قال عن 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 سيدنا عيسى المسيح إن هو خلقه من تراب، فهل هو اتخلق من تراب مباشرة؟ أبدا، ده جه سلالة من مريم. فإذا لما يجي يقول مرة من تراب ومرة من طين ومرة يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى إذن في سلالة متوسطة، يعني إنسان يبقى جه مشتقا من سلالات سابقة. لا، القرآن لا يمنع، لا يمنع الموضوع ده، بل بالعكس القرآن يقترح على الذهن هذا الأمر. لما مثلا يقول إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الإضافة اللي حصلت هنا التسوية ونفخ الروح. التسوية، هل ربنا مسك الطينة كده وقعد يبطط فيها كده وهي؟ لا أبدا، مش ممكن. لما ربنا يقول تسوية يبقى تسوية سلالية مستنبطة من سلالات سابقة، هي دي التسوية، يعني نوع من الهندسة الوراثية الإلهية بقى، مش زي اللي بنعمله عندنا، نوع متكامل عظيم. فالتسوية هنا مش مجرد انه بيمسك الطينة يبططها. وبعدين حكاية نفخ الروح اللي تميز به الإنسان عن غيره من الحيوانات، ايه هي نفخ الروح؟ بتتفهم على ان بيقول اذا نفخت فيه من روحي، من روح ربنا بيتكلم وينسب الروح له. فنفخ الروح هو اللي يبدا الانسان العقل والضمير والمسل العليا والحريه. ونفخ الروح هي باختصار هو ايه؟ ان هي البركه بتاع الاسماء الالهيه، احكام الاسماء الالهيه، الرحيم الغفور الودود الحليم السميع البصير. طب ما احنا فينا من الحاجات دي، احنا فينا السمع والبصر والحلم والرحمة، وفينا الحاجات دي كلها، حتى الجبار فينا الجبار برضو. فاذا النفخ، نفخت فيه من روحي، على طول يتفهم منها ان ايه، ربنا لما نفخ من روحه في الانسان كانت النتيجة بركة الأسماء الإلهية الحسنى، أو إيه، أحكام الأسماء الإلهية الحسنى. أصبح الإنسان قابل لأحكام هذه الأسماء. في الواقع يعني دي كلها مسائل تثبت وتأكد إن القرآن ليس ضد، القرآن لا يمنع من فكرة التطور، بل بالعكس يقترحها على الذهن. إنما الخلاف هنقوله بقى بعدين لما نشوف الفيلم، وهنشوف إيه الوقعة بتاع داروين وإيه الغلطة الكبيرة بتاعته. نشوف الفيلم دلوقتي. الإيد دي إيد مين بقى؟ دي إيد إنسان، ده إيد إنسان الغابة، الأورانج أوتان، أرقى أنواع القرود في وأشبهها بالإنسان هو الأورانج أوتان، واللي احنا شايفينه دي أنثى الأورانج أوتان، وحضنة إيه وبترضع الإيه الرضيع بتاعها. الحضانة بتاع هذا الرضيع في الأورانج أوتان بتستمر 9 سنين وهو في حضانة، وباستمرار مع أمه علشان إيه، المسألة بتستدعي تربية وتعليم وإلى آخره، لأن المعيشة بالشكل ده الإبن الكبير بقى، ابنها الكبير بقى بهلوان سيرك عظيم، عشان يبقى الصغير ده يبقى بهلوان هيعوز 9 سنين تربية من الأم، لأنها مش لعبة. دول عايشين على ارتفاع 100 قدم وكله شقلبزات بالشكل ده، ومفيش شبكة أمان تحت، ولا جمهور بيسقف، ولا وزارة الثقافة هتديهم مرتب. دول بهلوانات مجانا عمالين يشقلبوا للنهار. فهذه المهارات هتعوز وقت عشان الصغير ده ينشأ هو بهلوان. وحياة صعبة هذه الأم، وشايلة وحضنة وبترضع، وشوفوا ابنها شابك لابد في الفروة بتاعتها عشان تبقى أداة حرة، بتوصل لارتفاعات عالية جدا فوق، وكل الأعمال كلها شقلباز على الأغصان بالشكل ده، ليه ما بينزلوش على الأرض خوفا من السباع والفهود؟ الفهود لو شافوا طفل صغير زي كده يخطفوه على طول.
فطبعا حياة الأورانج أوتان كلها على فروع الشجر فوق على ارتفاع 100 قدم وأكتر. والأمر يستدعي مهارات عظيمة جدا وجهاز عصبي متكامل عشان إيه التوازنات بقى، التوازنات الغير عادية. تقدر أنت تعمل حاجة زي كده وتنط من حبل لحبل وتشقلب على رأسك تحت ورجلك فوق وتقف على رجلك بس، شغلانة بهلوانية غريبة جدا وتقيل، جسمه تقيل مش بسيط. هي سنها بيقولوا في الفيلم سنها 25 سنة، وعادة أقصى العمر بالنسبة لأورانج أوتان حوالي 45 سنة، وذلك لأن الحياة قاسية مش عادية. ده الملك بقى، ده الملك اللي هو أبوه، شوف صدغه كده فيه اللغدين كده، دول هم التاج بتوعه بقى، لما يظهر اللغدين دول على الذكر يعني معناها بقى زعيم. وده الملك على القبيلة دي، لكن ممكن يجي ابن يتفوق عليه ويزيحه ويطيح به ويبقى هو الملك. ابنه بيعمل ألعاب ازاي؟ حاجة شكله غريب صحيح. شيلاه في جميع الحركات وجميع النقلات، ودي عملية صعبة، فتقول له البت في ايه فروتي ويسيبنا انا ايه الشعبط. طبعا هي فيها مجازفة واضحة، ما كانتش تحسب بالظبط العرق ده هيستحملها او لا، ممكن يقطم وتنزل تهوي، ما حدش يعرف تنزل فين. والانتقال من شجرة لشجرة مسألة صعبة، مش وبعدين ده مش سيرك معد، يعني مش عاملاه وزارة الثقافة، لا ده سيرك طبيعي فيه كل احتمالات ان هي ينزل على زراعة رقبته. دي غابات سومطرة، غابات طبيعية تجري المياه من تحتها، والخضرة والفواكه هناك فواكه جميلة أو اسمها الدوريان، بتطرح كل سنتين، طعمها يجنن، أول ما تستوي ريحتها تشمها على بعد أميال، وجميع الحيوانات يتهالكوا ويتخنقوا على الدوريان دي. المياه الجميلة النقية تحت أقدام، تجري تحت أقدام الغابة الخضراء مزبدة لسه نازلة ايه من السماء، ما اختلطتش لسه بالصرف الصحي والكلام بتاعنا ده. الفواكه غضة، ودي بقى الدوريان الشهيرة دي بقى، حاجة غريبة والله، كل عيشتها بالشكل ده، طول النهار شقلبة. دي هتعوز دي الدوريان اللي حكينا عليها، الدوريان دي حاجة زي خرشوفة كده، بيحبوها جدا ومغذية ولها غطاء خرشوفي كده مليان ايه حرشيف ومليان اشواك، وعشان تتفتح بتعوز فهم خاص ومهارات خاصة، يعني لها زاوية ممكن تتك عليها وتتفتح منها. هنشوف الحكاية دي ساعة ما يجي على الحتة المظبوطة ويروح قاطمها كده بإيديه الاتنين تتفتح، يعني اتفتحت اهي، لا لسه اهي من جوه بقى، عبارة عن طعم يجنن ومزيج من البروتينات والدهون والنشويات وقيمة غذائية عالية، بيقولوا ان هي مهمة جدا عشان الجهاز العصبي بتاع الحيوانات دي، لان لازم الجهاز العصبي الكمبيوتر لازم يكون مظبوط عشان كل الايه الالعاب العجيبة دي بتعوز توازن دقيق. فهي ما هيش سهلة. وقعت منها ايه؟ لا هتلحقها برضه، لان هي حاجة تستاهل،
عندهم فاكهة الدوريان دي، يعني تلاقي الحيوان يخبط ثلاث أربع أميال يدور عليها، لما يشم ريحتها يسافر لها ملأة. شوف ايدها قوية ازاي، شوف القبضة، يعني مش جابتها اهي وجابت واحدة كمان. شوف سهولة الطلوع، كأنها طلع سلم درج رخامي بتاع قصر مثلا، يعني ببساطة وسهولة كده تلاقيها عمالة تطلع. دي قوة عضلية طبعا مش عادية، واحدة في ايدها واحدة في بقها، والرضيع بقى نفسه ياخد حاجة من هيدي عشان نرضع بقى، ونفسه يعني في انه يدوق الحكاية دي. قاعد هنا بيبص كده بيحتاج، هاتلي هاتيلي من اللي بتاكليه ده، هاتيلي انا مديني اللي من بقك ده. تقول له طب لسه ما تكبر هديك. هذه الفواكه بتطرح أشجارها كل سنتين، فأول ما تطرح يهجم عليها كل زباين زباين الغابة، ورود ونسانيس وديابة وفهود وكل دول. يعني ما شفتوش لحظة راح، يعني عمالة باستمرار طالع. أنا شوف الارتفاعات بقى، شوف الارتفاعات الشاهقة بتطلع لغاية فوق. دلوقتي هي بتعمل ايه؟ بتعمل مرتبة من ورق الشجر. تعبت بقى من الطلوع والنزول، وكلت وشبعت من الدوريان، فايه يلزم انها تهضم بقى، فهتعمل المرتبة دي من ورق الشجر، ولازم تتعامل بعناية، وإلا تيجي تنام عليها تروح واقعة في الأرض. فلازم تتسوى الفروع ويكون تحتها زي ما احنا عندنا بيقولوا ملة، هي هتعمل ملة من الفروع وتحط عليها ورق الشجر. هي ومعاها ابنها هتاخد بقى تعسيلة شوية وتريح، حياة كلها شقة مش سهلة. شوف سايب ابنها ازاي، سابته يعني عمدا كده، سابته عشان يتمرن ما يطلعش ايه هلفوت وخرع كده. لا، مع انه طبعا ممكن يقعد لسه يعني عضلاته مش، لكن هي واخده بالها برضه، فلازم تديله فرصه يعتمد على نفسه عشان يربي المهارات دي زي ما هي كانت صغيره وتعلمت برضه. مددت اهي بقى على ايه سرير، بعد ما عملت ملة وفرش ومرتبة وهيصة، ايه رياحت بقى تاخد السايستة بتاعتها كده وتهضم على مهلها الغابة العظيمة، الام، المأوى، البيت. ده الابن الكبير افتكر، ده ما نشوفه لما قرب له كده. احنا بنعرف من اللغد اذا كان اللغدين دول في الجنب ده الملك رئيس القبيلة، اذا كانش اللغدين لسه ما طلعوش يبقى ده دي الام ومعاها ابنها. سابت قط النوم وطلعت تسعى وسابت ابنها، حاجة غريبة قوي. هوب جت سليمة، هو نزل على شوية فروع منزلش الأرض. شوف الفروع عاملة ازاي، زي التعابين بالظبط، وفروع قوية
شعبط فيها زي الزنبلك تنزل وترجعك تاني. شوفوا الجيوش دي، دي أنا عبارة عن الترميت، جيوش الترميت، وهي حشرة الايه انسان الغابة يحبها قوي، يرانج تاني يحب الحشرات دي قوي، وحشرة مغذية وطعمها يجنن، فهي دي الفزدق بتاعه بقى. فهنشوف الام ايه لما شافت الجيوش الترميت هتاخد ابنها وتقلع عشان تروح ايه تعمل لها ايه يعني ايه تصبيرة او اكلة صغيرة كده من الترميت. شوف ازاي بتلقط الترميت من الشجرة وتاكله او تلحسه بلسانها فيلزق في لسانها فتاكله. عيب الحكاية دي انه بيعطش، هو طعمه حلو مملح لكن بيعطش، فبعد ما تاخد شوية من الترميت ده وتشبع لازم تشرب مية. طب هتشرب مية منين؟ ده هي فوق خالص في رؤوس الشجر، شوف هي فوق 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 ازاي، زي اكنه تعلب بينط فوق خالص. شوف بقى هتعمل ايه، حاجة غريبة جدا، هتقشر اللحاء، شايف اللحاء اكنها اللحاء ده عود قصب بسنانها كده، هتقشره. بعد ما تقشره هتدب بقها في الايه اللحاء الطري بتاع الغصن وتمصمص عصارة النبات نفسه، طبعا عصارة مغذية جدا. شوف عملت ايدها، عمل ايدها لفتها في الورق اكنه جوانتي عشان تبقى القبضة قوية، وعشان ايه تقدر تشوف بتعمل ايه بقى، اكنه بتقشر قصب. تمام، قشرته اكنه ايه عود قصب. تنزل بقى هي على اللحاء اللي جوه ده ايه تمصمص فيه وتنخره كده وتشرب العصارة بتاع الشجرة، بيقوم ينطفئ العطش اللي عندها، وفي نفس الوقت عصارة مغذية جدا. بس صعبة، يعني حياة صعبة. شوف الشجرة ارتفاعها شكله ايه، بتوصل هي للقمة من اللي فوق ده، هي فوق في القمة. يا سلام، ولا حد بيسقف للبهلوان ده، ولا في مرتب من وزير الثقافة، ولا جايزة عبارة عن حتة السكارة، ولا كله ببلاش، شقة في سبيل اللقمة فقط، وحياة قاسية. شوف بتبص بعينيها ازاي، بتقيس الفرع قبل ما تقبض عليه. دي جلسة هنا مع الجيران، هنلاحظ ان ايه كل الأورانج أوتان بيتلمم حوالين الفواكه، يعودوا يتسامرهم. ده قرد بقى مش من القطيع، ده جبن من فصيلة تانية، من فصيلة الجبن، ده أصغر. فطبعا الأمة هتلاحظ ان ده تدخل، ايه اللي جابك انت هنا، لا احنا عزمناك ولا دعيناك، امشي يلا روح. فالأول قاوح شوية وبتاع، لوح بدراعه وبتاع، هوهو شوية، لكن ايه هتشد عليه وجياله بقى عشان تديله علقة محترمة بقى، فهو هيطلع يبرطع، وهو برطع هي وابنها. وبرضه في واحدة تانية ومعاها ابنها، والعيال هيلعبوا مع بعض، قاعدة بقى ايه اجتماعية يعني. والامهات قرروا يسيبوا العيال يلعبوا ويتدخلوش الا عند الضرورة، فالعيال ابتدوا ياخد راحتهم. شو بيعملوا ايه، الامهات سايبينهم لان لازم الطفل يتعرض للخطر ويواجه الاخطار ويتجنبها ويعرف الفرع اللي هيمسكه انهوه وازاي يتنقل، وامه جنبه بيمد ايده لها من وقت الاخر. شو بيتنقل ازاي، لا بقى حدق اهو، بقى حدق يعني.
العائلين بيلعبوا مع بعض، الأم التانية دي بيلعبوا مع بعض، ضربوا كل واحد له كمية. وبيبوسوا كمان، ده آخر عز والله. روضة أطفال في الجنينة، الحياة هنا في الطبيعة المفتوحة خالص، ما فيش لا أسوار ولا مطعم ولا جرسون ولا مطبخ، ما فيش، كله طازة. دول عاملين لهم مرتبهم، ده ولد صبي لسه اهو بيجرب، تلاقي سنه 10 سنين ولا حاجة. حياة من النشاط المستمر المتواصل، وأيضا من الخطر المستمر المتواصل. وده يعمل توتر وانتباه لكل حركة ولكل صوت. أو الملك أو بقى الملك ده مزواج ومشهور بالملاكمة وبطل ملاكمة عظيم ويحب الستات، فهو إيه قرر يتسلل إلى أطراف الغابة يدور له على زوجة جديدة، لأن زوجاته كلهم اللي حامل واللي بترضع ما عادوش ينفعه بقى، فهو إيه رايح يدور له على وليفة جديدة. فابتعد في سكون وهدوء كده وفي تسلل. طبعا الحكاية دي خطر جدا، لأنه لو غاب مدة طويلة ممكن أي ذكر قوي يحل محله ويحكم، يرجع هو ما يلاقيش العرش بتاعه خلاص وياخد على قفاه، فلازم يعمل المغامرة دي بسرعة كده ويرجع. وبعدين في بالفعل ذكور ابتدوا، ده مثلا ده مش الملك، ده ذكر كبير بقى ده، ويحس انه ده انه طلعت وازداغه هتطلع هي، وانه هو الاولى بانه هو يحكم مدام ابونا سابنا ومشي هيتجوز واحدة تانية، يبقى احنا اولى بقى نحكم. هنا الحاكم هو القوي، القوي بعضلاته وصوته وجعيره، وزي ما قلنا انه عمرهم محدود لغاية 45 سنة، فالفرصة محدودة ايضا، والقوة ما تلبس ان تنحسر عن القوي فيجي الاقوى منه. شوف ده صوابعه اتكسرت ازاي، ده مش هيقدر يبقى زعيم. لاحظنا ان في صوابع عقل مكسره في صوابعه، وقع مره فكسرت صوابعه، فده بالرغم ان هو سنه جايز يناسب، لكن الصوابع المكسره دي مش ممكن هتساعده في انه يبقى زعيم. زعيم لازم يكون قوي من كله، له اكبر جعوره، اقوى جسم، ملاكم يعني كامل من كله، لانها بيئه صعبه، بيئة صعبة مش سهلة. هنا في السرير اللي عملته لاحظت ان الشمس تسللت وان الشمس سخنة، فقررت تعمل سقيفة كده، تعمل سقف للايه، اوضة النوم
برضو من ورق الشجر، فبتعمل السقف اهو. وبعدين تجد بعد عدة محاولات ان ما فيش داعي، طب ما انا ممكن اعمل راسي ناحية الغروب وخلاص، فحطت راسها في الناحية التانية فما بقاش في شمس، بتاخد راحة. لكن ممكن الجو يقلب خالص فجأة برعد ومطر، والامطار بقى في سومطرة بقى كافواه القرب، مفيش يعني كلام، فعلا الجو هيقلب اهو. الرعد يشتغل وبعدين ينهمر المطر اهو كافواه القرب اهو، غرق الدنيا وغسل الغابة تماما. وبعد المطر توصل تلاقي ايه؟ الضباب، كل السحب اللي زي ندى في القطن دي غطت الغابة كلها مثل الدخان الابيض او ملاءة بيضة جميلة من التل. كل الاوراق مغسولة، شوفوا الحشرات اللي كلت الورقة، بقايا حشرات كلت الأوراق دي كلها. أمطار ما زالت تتساقط. ده صاحبنا بقى اللي بيشوف ان هو جدير بالولاية، دقنه كبيرة والصدغ ابتدى ايه يبقى له لغد كده، فبيقول بقى انا يعني ما دام هو ابونا راح كده سابنا، يبقى احنا بقى ايه خلاص يعني، يبقى شاف له شوفه بقى يعني، يبقى انا المفروض ابقى رئيس العيله خلاص. طبعا زي ما قلنا لو غاب الاب مده طويله بيرجع ما يلاقيش مكانه فعلا فبينسحب، لان بتبقى قوه غير متكافئه بقى، الابن بيكون اقوى وهو بيكون دخل في الشيخوخه فبينسحب. تحس في عينيه كده بالتفكير، واحد تأمل في المستقبل، عالم عالم عجيب. عالم عالم عجيب. لا وبعدين الشبه بينه وبين الإنسان، هو أقرب القرود شبها بالإنسان من ناحية ذكائه ومن ناحية مهاراته وقدراته. وواضح انه وديع، انسان الغابة ده وديع، ما شفناهوش بيفترس ولا ياكل لحمة، كله عايش على السلطة الخضرة كده وخلاص وعلى الفواكه. عالم لكن الواحد بص في المراية بس بيشوف نفسه، صورة من نفسه، صورة بينه وبينها ملايين السنين، بيشوف أجداد وسلالات بعيدة، لكن وجه الشبه قائم. هوب شوف الشجرة بتميل ازاي، تهيأ ان الواحد انها هتقع لكن ما تقعش، فيها مرونة بقى، مرونة الحياة. الولد بقى خلاص بيقدر يشعبط، امه خلاص دلوقتي واثقه ان هو خلاص كبر،
زي ما شفنا بالحلقة التشابه قائم، والجزء بتاع نظرية التطور اللي بيقول على وحدة المنشأ ووحدة الأصل لا خلاف عليه، لأن التركيب يعني احنا لما نشوف بس ايه الجهاز الدوري اللي هو القلب، نلاقيه في كل الحيوانات تركيبة واحدة، هي أذين أيمن وأذين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر، والشرايين نفس التقسيمة برضو، شريان الأورطة والوريدين الكبار اللي هم سوبيريور فينا كيفا وإنفيريور فينا كيفا، نفس التركيبة بتاع البني آدم، تلاقيها في الضفدع وفي الأرنب وفي الحمامة وفي الإنسان وفي الفيل زي بعض. لما نلاقي برضو في الجهاز الهضمي تلاقي حتى الصرصار، تلاقي برضو فم وبعدين بلعوم وبعدين معدة وعين إثنى عشر وبعدين مع دقيق وبعدين مع غليظ وبعدين شرج، الله، نفس البني آدم هو كده برضو. الجهاز البولي برضو تلاقي كلية وحالب ومثانة نفس الحكاية، الجهاز التناسلي خصية وقنوات خصية ومبيض وقنوات مبيض نفس الحكاية. فطبعا الوحدة التشريحية هذا الجزء من النظرية داروين اللي هي الوحدة التشريحية من جميع المخلوقات تدل على ايه؟ تدل على وحدة المنشأ، وتدل على وحدة الخامة كمان، لان كل دول لما بيتحرقوا بيفضل منهم فحم، فاكن نفس ايه خامة واحدة وايه خطة واحدة وتركيب واحد، يبقى اذا الصانع واحد على طول وما فيش غيره. لكن الجزء اللي حير داروين هو الحتة بتاعت ايه الترقي، ايه سر الترقي. فأول تفسير قالوا حكاية البقاء للأصلح، بمعنى إن الغير صالح بيموت والصالح بيعيش، طب وماله؟ يبقى الأصلح بيعيش لكن فين الأرقى؟ أنا عاوز الأرقى الترقي. فوقع في غلطة تانية قال لك إيه الطفرات، الطفرات الجينية اللي بتحصل فجأة واحد يطلع له إيه ثلاث رجلين، أو طائر له جناح واحد، أو مش عارف واحد عينه فين. الله، طب دي عيوب، دي عشوائيات، الطفرات كلها هو معترف بانها عشوائيه، فازاي انت تفسر الترقي بحاجه عشوائيه زي الطفرات؟ هل الطبيعه العمياء الخرصه الطرشه دي تطلع الانسان البصير السميع ده بالطفرات العشوائيه؟ لا يمكن. فديك كانت الوقعه الكبيره لداروين، ان كان لازم يعترف بان في قوه متعاليه على الطبيعه هي اللي عملت ده كله، هي اللي عملت وهي اللي رقت وهي اللي خدت بيد الايه المسيره التطوريه. فاكن الحكايه مش تطور، لا تطوير، تفرق تفرق كتير قوي. نظريه التطور بتدعي ان التطور حصل باليات جوه الطبيعه وقوانين جوه الطبيعه، وده ثبت ان ده مش صحيح، وداروين لما حاول يفسر غلط وجاب لنا حاجات ما بتفسرش. إنما هي مش تطور، هي تطوير بفعل فاعل، قوة خارجة عن الطبيعة متعالية عليها هي اللي خدت بيد مسيرة التطور وهدتها خطوة خطوة ورقتها من مرحلة لمرحلة لمرحلة لغاية ما وصلنا للإنسان. وفي الإنسان ربنا اختار آدم وإداله الخلافة الأولى وعلمه الأسماء، علم الآدم الأسماء كلها، وهكذا بدأت المسيرة كلها. عشان كده قلنا داروين في حاجات صح، لكن ليس كل ما قاله داروين صواب، داروين أخطأ أخطاء كبيرة جدا. والحقيقة أن المسألة مش تطور، ده تطوير بفعل فاعل وبفعل مشيئة خارجية وبفعل ذات عليا هي اللي عملت ده كله. الحياة والدنيا بتشهد على بتشهد لصانعها، زي ما تبص لساعة وتقول يا سلام ده المخترع بتاع الساعة دي يجنن، وزي ما تشوف الساعات ازاي ترقت من الساعة المائية للساعة الرملية للساعة البندولية للساعة الكوارد للساعة الذرية، ترقت ازاي؟ ترقت بالطفرات؟ لا، ترقت مخترع ومبدع اللي هو الإنسان اللي اخترعها، وكل شوية طلع مصنف وموديل جديد. فالمسألة واضحة، المسألة واضحة، وما فيش غيره سبحانه وتعالى هو الخالق المبدع. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دعما لثقافة الإنترنت ولفترة محدودة DSL بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا، الإسكندرية، صفية، زغلول.